بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة كلية العلوم قسم الفيزياء المرحلة الثالثة. محاضرتنا لهذا اليوم بمادة البصريات الهندسية للجيومتريكال أوبتكس هو بعنوان Refraction by a Prism. البريزم هو المنشور. احنا راح ندرس عملية أو ظاهرة الانكسار باستخدام المنشور. In a prism, the two surfaces are inclined at some angle alpha so that the deviation produced by the first surface is not annulled by the second but is further increased. إذن عندنا بالموشور سطحي الموشور يكونون مائلين بزاوية مقدارها alpha inclined معناها مائل so that the deviation produced by the first surface is not annulled by the second but is further increased. إذن سطحي الموشور السطح الأول والسطح الثاني لهذا الموشور مائلين بزاوية مقدارها ألفا والانحراف الناتج من السطح الأول لا يلغى من بذلك الناتج من السطح الثاني وإنما يزداد. The chromatic dispersion is also increased and this is usually the main function of the prism. والتشتت اللوني the chromatic dispersion معناه التشتت اللوني أيضا يزداد في الموشور وهذه هي الوظيفة الأساسية أو المهمة الأساسية للموشور. احنا نعرف الموشور هو لما أسقط عليه شعاع ضوئي أحادي اللون الموشور هذا راح يحلل الضوء هذا إلى السبكترم يعني مثل ما احنا نقول يسلط عليه ضوء أبيض راح يحلل الضوء هذا إلى ألوان الطيف إلى ألوان الطيف اللي هي 7 ألوان يحلله إلى عدة ألوان بدل ما هو كان بلون واحد اللون الأبيض مثلا راح يحلله إلى عدة ألوان تدرج ما بين البنفسجي والأحمر. First, let's consider, however, the geometrical optics of the prism for light of a single color, i.e. for a monochromatic light such as is obtained from a sodium arc. بالبداية راح نتعرف أو ندرس البصريات الهندسية لموشور باستخدام ضوء أحادي اللون single color بلون واحد يسموه monochromatic light أحادي اللون such as اللي ممكن أحصل عليه باستخدام قوس من الصوديوم. الشكل اللي أمامنا هذا يوضح لنا الموشور بمائل هذا السطح الأول وهذا هو السطح الثاني اثنيناتهم مائلين بزاوية مقدارها ألفا. معامل انكسار الموشور مقداره N داش ومعامل انكسار الوسط المحيط بالموشور مقداره N. The solid ray in figure 1 اللي هو هذا الفيجر اللي أمامنا shows the path of a ray incident on the first surface at angle phi 1 its refraction at the second surface as well as the first surface obeys Snell's law. Okay. إذن عندنا الشكل هذا بالشكل هذا الفيجر 1 الشعاع الصلد هذا اللي مرسوم باللون الغامق السوليد لاين هذا تمام المرسوم باللون الغامق المتصل واللي غير متقطع يمثل لي الشعاع الساقط على السطح الأول راح يعاني من انكسار داخل الموشور هذا. فالزاوية السقوط هنا زاوية السقوط الشعاع على السطح الأول مقدارها فاي 1 أوكي. ظاهرة الانكسار انكسار الشعاع الضوئي هذا عن السطح الأول وعن السطح الثاني تعتمد عليها أو ينطبق عليها سنيلز لو اللي هو قانون سنيل. قانون سنيل مثل ما نعرف ينص على أنه N1 sin theta 1 يساوي N2 sin الثيتا 2 اوكي. لما نجي للرسم مالتنا الفاي 1 هي تمثل لي زاوية السقوط والان هي معامل انكسار الوسط الاول فراح يصير عندي ان 1 اللي هو الان ساين فاي 1 يساوي N داش اللي هو معامل انكسار الوسط الثاني اللي هو هنا عندنا الموشور
يعني معامل انكسار المادة المصنوع من عدها الموشور ساين الفاي 1 داش، زاوية سقوط فاي 1 وزاوية الانكسار اللي هي فاي 2. نفس الوقت هذا الشعاع هو راح يعتبر شعاع ساقط يسقط على السطح الثاني بزاوية مقدارها فاي 2 داش، وراح ينكسر بزاوية مقدارها فاي 2، راح تصير عندي ان داش ساين فاي 2 داش يساوي لنا ان ساين الفاي 2. انا اذا اريد اسوي اعزل الان اقسم الان داش على ان، فراح يطلع لي ساين فاي 1 على ساين فاي 2 فاي 1 داش، وبنفس الوقت راح تساوي لي من هاي من المعادله الاولى، يعني هاي راح تعطيني لو قسمت الان داش على ان راح تعطينا ساين الفاي 1 على ساين الفاي 1 داش. نفس الشيء لو قسمت هذه هنا الان داش على ان راح تعطيني ساين الفاي 2 على ساين الفاي 2 داش. فاذا هذه هو قانون سنير اللي راح نطبقه على الشعاع الساقط والشعاع المنكسر في الموشور اللي امامنا هذا. The angle of deviation produced by the first surface is beta. إذن إحنا عندنا زاوية الانحراف، زاوية الانحراف للسطح الأول، زاوية انحراف السطح الأول، زاوية الانحراف للشعاع الناتج من السطح الأول أسميها بيتا. بيتا من جايتني؟ أنا عندي زاوية السقوط هي فاي اللي تقابلها، المفروض هاي الزاوية اللي تقابلها المفروض هاي الزاوية. إذن هاي الزاوية كلها المفروض شنو تساوي لي الزاوية اللي هي فاي 1. فمن أجي أنا عندي هاي هي عبارة عن فاي 1 داش، وهذا الجزء المتبقي هو بيتا. فإذن بيتا من شت راح تساوي لي، راح تساوي لي الفاي 1 ناقص الفاي 1 داش. إذن الفاي 1 تساوي لي هاي الزاوية كلها اللي هي فاي 1 داش زائد البيتا، معناها البيتا راح تساوي لي الفاي 1 ناقص الفاي 2 داش. نفس الشيء بالنسبة للشعاع على السطح الثاني، زاوية الانحراف أسميها جاما، الجاما ش راح تساوي لي الفاي 2 ناقص الفاي 2 داش، لأن أنا مفروض هاي الزاوية هذه تساوي لي الفاي 2، فهاي عدي هي فاي 2 داش وعدي هاي جاما، فمعناها الجاما راح يساوي لي فاي 2 ناقص الفاي 2 داش. اوكي زين، التوتال ديفييشن انجل بين الشعاع الساقط والاميرجنت، بين التوتال انجل اوف ديفييشن بتوين ذا انسيدنت اند اميرجنت رايز is given by الدلتا تساوي لنا بيتا زائد الجاما. إذن زاوية الانحراف الكلي ما بين الشعاع الساقط والإميرجنت ري اللي الناشئة أو الطارئة فهي معناها راح تساوي لي الدلتا اللي هي هاي الزاوية الخارجية هذه دلتا اللي تساوي شقد بيتا زائد الجاما. إذن الدلتا هي total angle of deviation، total angle of deviation. تمام.
since n dash and mn dash are perpendicular to the prism's faces, alpha is also the angle at n dash. الشعاع اللي هو n dash هذا الخط المستقيم هذا n dash والثاني اللي هو m n dash ذين اثنيناتهم عمودية على سطحي الموشور. n dash عمودي على السطح الأول للموشور وال m dash أيضا عمودي على السطح الثاني للموشور. تمام؟ فبالتالي أنه هاي الزاوية الخارجية في نقطة n الزاوية في نقطة n راح تساوي لي ألفا. الزاوية اللي هي موجودة في نقطة n راح تساوي لي ألفا. زين. From the triangle A B N dash from the triangle من المثلث A B N dash exterior angle alpha الزاوية الخارجية alpha شو راح تساوي لنا phi1 dash زائد phi2 dash. الالفا هذه راح تساوي لي شنو phi1 dash زائد phi2 dash. مثل ما قلنا هنا الدلتا هي راح تساوي لي البيتا زائد الجاما. هاي هي الزاوية الخارجية للمثلث ABC. بي زاويتين معلومة اللي هي البيتا والجاما، والدلتا هذه هي راح تساوي لي مجموع البيتا زائد الجاما. هنا الفاي بالمثلث AB N dash راح هي زاوية خارجية بالنسبة لهذا المثلث وتساوي مجموع الزاويتين اللي هي phi1 dash وphi2 dash. أوكي، فإذا الألفا صارت عندي phi1 dash زائد phi2. أريد أربط ما بين الألفا والدلتا والبيتا والجاما. راح أعوض combining the above equation. ندمج أو نوحد المعادلات في الأعلى اللي هي معادلة 2 ومعادلة 3. عندنا الدلتا تساوي لنا البيتا زائد الجاما. زين البيتا احنا حسبناها قلنا هي phi1 ناقص phi1 dash، وقلنا الجاما هي phi2 ناقص phi2 dash. تمام، اعوض بدال البيتا ب phi1 ناقص phi1 dash وبدال الجاما ب phi2 ناقص phi2 dash. زين اجمع اللي phi1 والphi2 على جهة واللي بيهم داش على جهة ثانية، فصارت عندي phi1 زائد phi2 ناقص سحبت الناقص عامل مشترك وبقى عندي phi1 dash زائد phi2 dash، فصارت عندي الphi1 زائد phi2. زين احنا هسه استوينا طلعنا معادلة الألفا وقلنا هي phi1 dash زائد phi2 dash، فإذا راح أعوض ألفا بدل هذا القوس، صارت عندي الدلتا تساوي لنا phi1 زائد phi2 ناقص الألفا. فحاليا ربطنا ما بين الديفيشن انجل وما بين اللي هي دلتا وما بين الالفا. المينيموم ديفيشن اللي هو ادنى انحراف ممكن يحصل بالموشور، والشروط مالته ايش وقت يصير. When the total angle of deviation delta for any given prism is calculated by the use of the above equations, it is found to vary considerably with the angle of incidence. عندما تقاس زاوية الانحراف الكلية، زاوية الانحراف الكلية اللي هي الدلتا لأي موشور باستخدام المعادلات أعلى، فقد وجد أنها تتناسب أو تتغير مع تغير زاوية السقوط أو تعتمد على زاوية السقوط. إذن التوتال انجل اوف ديفيشن اللي هي الدلتا الزاوية الانحراف الكلي الدلتا لأي موشور إذا حسبناها من المعادلات أعلى، فراح نشوف أو يتبين لنا أنه هذه الزاوية تتغير أو تعتمد على زاوية السقوط اللي هي الانجل اوف انسيدنس اللي هي الفاي 1. The smallest deviation angle called the angle of minimum deviation delta occurs at the particular angle of incidence where the refracted ray inside the prism make equal angles with the two prism faces. أقل أو أصغر
زاوية انحراف نسميها زاوية الانحراف الصغرى الانجل اوف مينيمم ديفيجن اللي هي دلتا، تحصل عند زاوية معينة، زاوية سقوط معينة، بحيث انه شعاع المنكسر داخل الموشور، الشعاع المنكسر داخل الموشور يعمل زاويتين متساويتي مع وجهي الموشور، مع وجهي الموشور. معنى آخر أنه الشعاع المنكسر داخل الموشور، داخل الموشور راح يساوي لي أو يصنع لي زوايا تكون متساوية على سطحي الموشور، السطح الأول والسطح الثاني. أي بمعنى أنه الفاي 1 هذه راح تساوي لي الفاي 2، والفاي 1 داش راح تساوي لنا الفاي 2 داش، والبيتا راح تساوي لنا الجاما. ليش احنا هسه نقول انه الشعاع هذا في حالة المينيمم ديفيشن راح يخلي لي الزوايا متساوية على اسطح الموشور، فهاي الفاي 1 زاوية على السطح الأول تقابلها الفاي 2 اللي هي موجودة على السطح الثاني، فمعناها الفاي 1 المفروض تساوي لنا الفاي 2 شو وقت في حالة المينيمم ديفيجن. نفس الشيء الفاي 1 داش مفروض تساوي للفاي 2 داش في حالة المينيمم ديفيجن، وأيضا البيتا مفروض تساوي للجاما. احنا قلنا انه الشعاع هذا حتى يسوي لي مينيمم ديفيجن لازم الزوايا اللي موجودة على أسطح الموشور تكون متساوية، فصارت عندنا الفاي 1 تساوي فاي 2، فاي 1 داش تساوي الفاي 2 داش، والبيتا تساوي الجاما. To prove these angles equal, assume phi 1 not equal phi 2 when minimum deviation occurs. حتى نثبت أنه هاي الزوايا متساوية راح نفترض بالبداية فرضية أنه الفاي 1 ما تساوي الفاي 2 في حالة المينيمم ديفيجن. In the triangle ABC in figure 2, the exterior angle اللي هي الدلتا ام equals the sum of the opposite interior angles البيتا زائد الجاما. إذن نجي إلى الفيجر. الفيجر اللي أمامنا هذا بالمثلث A B C، المثلث A B C الاكستيريال انجل الزاوية الخارجية مالته هي الدلتا ام، المفروض تساوي لي السام مع منو مجموع الزاويتين اللي هي البيتا زائد الجاما. فإذا دلتا ام بالمثلث A B C اللي هي الاكستيريال انجل للمثلث A B C تساوي لنا مجموع الزاويتين اللي هم البيتا والجاما. Similarly for the triangle A B and dash الاكستيريال انجل اللي هي الالفا تساوي مجموع الزاويتين الفاي 1 داش زائد الفاي 2 داش. اذا للمثلث تراينجل المثلث اي بي ان داش، اي بي ان داش الزاويه الفا اللي هي الاكستيريال انجل لهذا المثلث مفروض تساوي لمجموع الزاويتين فاي 1 داش وفاي 2 داش. تمام، بالتالي راح تصير عندنا الالفا تساوي لنا 2 فاي 1 داش، والدلتا ام تساوي لنا 2 بيتا، والفاي 1 تساوي لنا فاي 1 داش بلس البيتا. فاي 1 يساوي لنا الفاي 1 داش زائد البيتا. تمام، solving this equation for phi 1 and phi 1 dash gives نحل هاي المعادلتين لصالح كل من الفاي 1 داش والفاي 1، سينتج عندنا انه الفاي 1 داش تساوي لنا نصف الفا، الفاي 1 داش تساوي لنا نصف الفا، الفاي 1 تساوي لنا نصف الالفا زائد دلتا ام. ليش؟ لانه البيتا هي نصف دلتا ام، فاعوض عن الفاي 1 بنصف الفا واعوض عن البيتا بنصف دلتا ام، بعدين أسحب نصف عامل مشترك فصارت عندي الفاي 1 هي نصف ألفا زائد دلتا أم. لو ردت أطبقها بقانون سنير اللي حلينا أوجدناه بالبداية
اللي هو الان داش على الان تساوي ان ساين فاي 1 على ساين فاي 1 داش. اعوض بدل الفاي 1 بمعادلتها اللي هي نصف الفا الفاي 1 داش ونصف الفا زائد دلتا ام بالنسبه لي الفاي. The most accurate measurement of refractive index are made by placing a sample in the form of a prism on a table of a spectrometer and measuring the angles delta m alpha for each color desired. إذن الطريقة المثلى والأدق لحساب معامل الانكسار لمادة معينة تتم عن طريق وضع sample اللي هو عينة من هاي المادة أمام موشور موضوع على منضدة موجودة بها سبكتروميتر وأحسب زوايا الانحراف أو deviation angle اللي هي الدلتا أم والألفا لأي لون. يعني احنا نعرف ان الموشور مثل ما قلنا سابقا الموشور راح يحلل الضوء الساقط عليه إلى سبكترم. السبكترم هذا هو عبارة عن مجموعة من الألوان. فإذا أني أقدر أحل اي لون انا موجود عندي احسب الدلتا ام مالته واحسب الالفا واجي اعوضهم بهاي المعادله اللي هي معادله 8 واقدر عن طريقها احسب معامل الانكسار الماده. تمام. الثين بريزمز اللي هو الموشور الرقيق او المواشير الرقيقه. The equations for the prism become much simpler when the refracting angle alpha becomes small enough to ensure that its sign and the sign of the angle of deviation delta may be set equal to the angle themselves. معادلات الموشور اللي اشتقيناها سابقا وحليناها هي راح تكون اسهل بالتعامل لما تكون الزاوية الانكسار اللي هي الألفا تكون صغيرة جدا بحيث ممكن اعتبار جيب هذه الزاوية جيب الزاوية الانكسار اللي هي ألفا وجيب زوايا زاوية الانحراف الدلتا ممكن أن نجعله مساوي للزاوية نفسها ممكن أن يكون مساوي للزاوية نفسها يعني تكون زاوية الانكسار زاوية صغيرة جدا بحيث أنه جيب الزاوية يكون مساوي للزاوية نفسها. Even an angle of 0.1 radian or 5.7 degree, the difference between the angle at its sign is less than 0.2%. على الرغم من أنه الزاوية 0.1 راديان لما تكون الزاوية مقدارها 0.1 راديان و 5.7 دقري فإن الفرق ما بين الزاوية وجيب الزاوية هو أقل من 0.2% أقل من 0.2%. For prisms having a refracting angle of only few degrees we can therefore simplify equation 8 by writing للموشور اللي تكون زاوية الانكسار بدرجات بضع درجات قليلة يعني الزاوية تكون جدا صغيرة فممكن انه نبسط معادلة 8 بكتابتها بالشكل التالي. احنا كتبنا معادلة 8 انه الان داش على الان هي ساين نصف الفا زائد دلتا ام على نصف الفا اللي هي هذا اللي كتبناها هنا. حاليا احنا شقلنا احنا نتعامل ويا ثين بريزم والثين بريزم الزوايا مالته تكون صغيرة جدا بحيث اقدر اعتبر انه ساين الزاوية مساوي للزاوية نفسها فاذا الساين راح تخلص من عدة وقت عدي شنو الزاوية بس الزاوية اللي هي منو الزاوية عدنا نصف الفا زائد دلتا ام ونصف الفا فالنصف ويا النصف يختصر إذا الساين قلنا راح نتخلص من عدة لأنه هو ساين الزاوية راح يساوي للزاوية نفسها والنصف مع النصف يختصر فراح يبقى عندي ألفا زائد الدلتا أم على ألفا والدلتا شو راح تساوي لي الان داش ناقص الواحد مضروبة في ألفا دلتا راح تساوي لي ان داش ناقص واحد مضروبة في ألفا هذا لي متى
لما يكون عندنا ثين بريزم ان اير موشور رقيق موضوع او الوسط المحيط به هو الهواء. زين هنا the subscript on delta has been dropped because such prism are always used at or near minimum deviation. هذا احنا هنا نعرف انه الدلتا هي كانت دلتا ام، فالسبسكريبت اللي هي ام شلناها اللي هي كانت تعبر على المينيمم ديفيشن ما كتبناها، لانه هو هذا الحاله بالموشور الرقيق او الدقيق هو اصلا كل حالات تكون بالنير المينيمم ديفيشن، فمو ما الى داعي نضيف الام حتى تعبر على المينيمم ديفيشن، هو اصلا الثين بريزم يصير بعندنا مينيمم ديفيشن. أيضا الـ N has been dropped because it will be assumed that the surrounding medium is air. الـ N أيضا عوضنا بدل من عدها بواحد، ليش؟ لأنه احنا قلنا أنه surrounding medium الوسط المحيط بالبريزم هو الهواء، ومعامل انكسار الهواء يساوي لواحد. It is customary to measure the power of a prism by the deflection of the array in centimeter. In centimeters at a distance of 1 meter, in which case the unit of power is called the prism diopter. D, a prism having a power of 1 diopter therefore displaces the ray on a screen 1 meter away by 1 centimeter. متعارف عليه بالمختبرات وبالأجهزة البصرية أنه أن أتكلم عن البريزم أقول البريزم هذا القوة مالته كذا. وحدة قياس قوة الموشور يسميها الديوبتر. الديوبتر هي وحدة قياس قوة الموشور. فالموشور اللي يمتلك قوة مقدارها 1 ديوبتر، 1 ديوبتر قادر على إزاحة شعاع ضوئي على شاشة تبعد 1 ملليمتر إزاحة مقدارها 1 سنتيمتر. إذن الموشور الذي يمتلك قوة مقدارها 1 ديوبتر قادر على إزاحة شعاع ضوئي على شاشة تبعد 1 متر من الموشور إزاحة مقدارها 1 سنتيمتر. هذه هي تعريف البريزم ديوبتر. البريزم ديوبتر أو الباور اوف بريزم الوحده مالتها هي الديوبتر. ريفلكشن اوف دايفيرجنت ريز انعكاس الزوايا عفوا الاشعه المنحرفه. وين او المتباعد وين دايفيرجنت بينسل اوف لايت از ريفلكتد ات ا بلين سيرفيس it remains divergent. All rays originating from a point to Q in figure 3 will after reflection appear to come from another point Q dash symmetrically placed behind the mirror. إذن قلنا refraction of a divergent ray اللي هي انعكاس الأشعة المنفرجة أو المتباعدة. When a divergent pencil of light is reflected at a plane surface, it remains divergent. هنا لما تكون عندنا حزمة pencil divergent pencil حزمة ضوئية الأشعة مالتها متباعدة، عندما تنعكس عن سطح مستوي تبقى أشعة متباعدة، يعني الأشعة مالتها بعد الأشعة المنعكسة تكون عندي حزمة ضوئية جاية متباعدة ساقطة على سطح plane surface سطح مستوي راح يصير بها انعكاس. الأشعة المنعكسة أيضا راح تكون هي عبارة عن أشعة متباعدة. زين all rays originating from a point Q figure 3 will after reflection appear to come from another point Q dash symmetrically placed behind the mirror. كل الأشعة الناتجة من النقطة Q، كل الأشعة الناتجة يعني هذا ال Q هي object، الobject هذا تصدر من عدة أشعة، الأشعة هاي متباعدة بعد راح تسقط على هذا السطح المستوي اللي هو سطح فاصل ما بين الوسطين، هذا الوسط أول وهذا وسط ثاني، راح تعاني من انعكاس
راح نشوف أيضا تكون هاي الأشعة هي متباعدة ما متقاربة واحدة من الثانية. امتدادات هاي الأشعة راح تكون ملتقية في نقطة إحنا اللي هي سميناها الكيو داش. الكيو داش البعد مالتها عن السطح المستوي مساوي للبعد بعد نقطة كيو عن السطح المستوي هذا. symmetrically placed behind the mirror. المسافة هذه راح تكون متساوية. ومن واحد يجي ينظر إلى هاي الأشعة اللي هي المنعكسة راح يتصور إنه هي أشعة ناتجة من نقطة الكيو داش، لكن هي بالحقيقة هي انعكاسات الأشعة الساقطة أو الناتجة من النقطة كيو أو الجسم اللي موجود في نقطة كيو. إذن أنا عندي أوبجكت جسم موجود في نقطة سميناها كيو، تنتج من عدة أشعة، هاي الأشعة ساقطة على سطح مستوي راح تعاني من انكسار العفو انعكاس. الانعكاس هذا بأشعة متباعدة لأن هي أصلا بالحقيقة هي أشعة متباعدة. تمام، امتدادات هاي الأشعة لو أمدها راح تقاطع في نقطة اللي هي اسمها الكيو داش. الكيو داش البعد عن السطح المستوي مساوي لبعد الكيو عن السطح المستوي. بمعنى آخر هذه الكيو داش هي إيمج، صورة الجسم اللي موضوع في نقطة كيو. فإذا بعد الجسم عن السطح مساوي لبعد الصورة عن السطح هذا. لو خليت أني هنا أنا جيت وباوعت على الأشعة هذه، الأشعة هذه تمام، راح يتخيل لنا أنه هي مين جاية، هي جايتني من النقطة كيو داش، لكن هي في الحقيقة مين؟ هي الأشعة، هي انعكاس الأشعة الناتجة من كيو، هي انعكاس الأشعة الناتجة من كيو. تمام زين. The proof of this proposition follows at once from the application of law of reflection. إذن إثبات هذا الافتراض راح نعتمد به بتطبيق قانون الانعكاس. According to which all angles labeled phi in the figure must be equals. حتى نثبت صحة الكلام هذا أو الافتراض هذا راح نعتمد على قانون الانعكاس، واللي على أساسه راح نعتبر كل الزوايا اللي موجودة بالشكل وإحنا رامزي لها بالرمز فاي المفروض تكون متساوية. ليش؟ لأنه قانون الانعكاس شنو يقول؟ يقول إنه زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس. زاوية السقوط راح تكون مساوية لزاوية الانعكاس، فهاي زاوية السقوط مقدارها فاي، هاي زاوية الانعكاس مقدارها المفروض أيضا فاي. نفس الشيء هنا هذه الزاوية فاي تمام، هاي الزوايا هي كلها فاي، هاي الزاوية هي أيضا فاي. تمام. Under this condition the distance QA and AQ dash along the line QAQ dash drawn perpendicular to the surface must be equal. على حسب الفرضية هذه مالتنا وهذه الشروط اللي احنا خليناها، فإن البعد أو المسافة اللي هي QA، Q من نقطة Q إلى نقطة A ومن نقطة A إلى نقطة Q داش على طول الخط اللي هو QAQ داش اللي هو هذا خط عام مرسوم عموديا على السطح هذا، المفروض هاي المساحات تكون متساوية، يعني QA تساوي AQ داش. زين QA رمزنا لها بالرمز S والAQ داش رمزنا لها بالرمز S داش، فإذا الاس راح تساوي لنا الاس داش، أو مثل ما قلنا إنه الأوبجكت ديستانس راح تساوي لنا الإيمج ديستانس، بعد الجسم عن السطح مساوي لبعد الصورة عن السطح هذا. The point Q dash is said to be a virtual image of Q since when the eyes receive the reflected ray they appear to come from a source at Q dash but do not actually pass through Q dash. As we be would be the case if it were a real image. زين. إذن البوينت كيو داش هي تعتبر صورة خيالية أو صورة وهمية للمل للجسم الموجود في نقطة كيو. ليش؟ لأنه هي بالحقيقة الآيز العين راح تستلم الأشعة
المنعكسة. زين، من استلام الأشعة المنعكسة راح تبين انه هي من ناتجة، زين، ناتجة من سورس اللي موجود بـ كيو داش، بينما هي ما موجود، هي مو الأشعة نفسها وإنما امتدادات الأشعة تلتقي في نقطة كيو. إذا امتدادات الأشعة هي اللي راح تلتقي وراح تكوني صورة الأوبجكت اللي هو O. فإذا الكيو داش هي image virtual image أو صورة خيالية للجسم اللي هو موجود في نقطة كيو. Refraction of a divergent rays، انكسار الأشعة المنفرجة أو المتباعدة. If an object is embedded in a clear glass or plastic or is immersed in a transparent liquid such as water, the image appears closer to the surface. Figure 4 has been drawn accurately to scale for an object Q located in water of index 1.333 at a depth S below the surface. Light rays diverging from this object arrives at the surface angle phi. الجسم موجود ضمن زجاج شفاف أو بلاستيك، مادة بلاستيكية، أو مغمور بسائل شفاف مثل أو إميرس، مغمور بسائل شفاف transparent liquid معناها سائل شفاف مثل الماء. فصورة الجسم هذا، صورة الجسم هذا راح تكون قريبة closer to the surface، قريبة من السطح as shown in figure 4. شكل 4 مرسوم ب to scale يعني بقياساته مضبوطة. For an object Q located in water of index 1.33، عندنا جسم موجود موضوع في نقطة Q اللي هي هاي، هنا عندنا نقطة Q اللي هي موجودة ضمن وينو السطح، هذا هو عبارة عن ماء معامل انكسار الماء أو 1.33. الديبث مالت السطح هذا السمك مالته مقداره S، مقداره S below the surface. اوكي، اذا من surface الى نقطة Q المسافة هاي مقدارها S، هذا هو السطح الفاصل ما بين وسطين. فمن السطح الى نقطة Q المسافة شقد؟ مقدارها S. تمام. Light rays diverging from this object arrive at the surface at angle phi. الأشعة، الأشعة المبتعدة، الأشعة الضوئية المبتعدة من هذا الجسم تصل إلى السطح بزاوية مقدارها فاي. إذن هاي راح تطلع من عدة أشعة، أشعة متباعدة من تسقط على استنز توصل إلى السطح هذا راح تكون الزاوية مالتها مقدارها فاي. They are refracted at larger angle phi dash as shown. وعند هذا السطح راح تنكسر بزاوية كبيرة مقدارها phi 1 الفاي داش. الفاي داش هي أكبر من الزاوية اللي هي phi. Extending these emergent ray backward, we locate their intersection in pairs. These are image point or virtual images. إذن صار عندي أني هذا الأوبجكت، الأوبجكت طلعت من عدة أشعة، زاوية الأشعة هاي مقدارها فاي، من وسط إلى السطح الفاصل ما بين الوسطين عانت من انكسار، يعني جت من وسط كثيف إلى وسط أقل من كثافة صار بيها انكسار، زاوية الانكسار مقدارها فاي داش، والفاي داش هي أكبر من الزاوية فاي. لو اجيت واخذت امتدادات الأشعة ومديتها باكورد بالاتجاه المعاكس، امتدادات الأشعة، اخذت امتداد هذا الشعاع والشعاع الثاني وهذا الشعاع والشعاع الآخر، راح اشوف اصير تطلع عندي اكثر من نقطة لتقاطعات الأشعة، اكثر من نقطة لتقاطعات الأشعة اللي احنا مديناها باكورد بالاتجاه المعاكس، يعني كأنما راجعين الى الماء، راح تصير عندي اكثر من نقطة تتقاطع بها الأشعة. النقاط هذه، النقاط هذه اللي تقاطعت بها أشعة هي تمثل لي virtual images، هي صور خيالية للأوبجكت Q. فأني حسب مين
وين الموضع مالتي، اقدر اشوف الايمج هذه، اقدر اشوف اذا معناها صار عندي اكثر من ايمج، اكثر من صوره للاوبجكت هذا اللي هو موجود في نقطه كيو، وحسب الموقع مالتي وين موجوده واقدر اشوف فيها صوره من عندهم. فصارت عندنا هاي كلها هي عباره عن ايمج بوينتس، او نسميها الفيرتشوال ايمج اللي هي صور خياليه للاوبجكت اللي هو موضوع في نقطه كيو. As the observer change his position, the virtual image moves closer to the surface and along the curve formed by the successive image. اذا كل ما يغير الاوبزرفر الراصد اللي هو اللي مشاهد اللي باوع على الصور هذا، كل ما يغير الموقع مالته راح يشوف انه الايمج او الصور هذه راح تتحرك وتكون تقترب من السطح. فاني لو جيت وباوعت هنا راح اشوف اكو ايمج هنا تحركت لهنا، اكو ايمج هنا اذا بدت تقترب من السطح، جيت لهاي النقطه صارت الايمج هنا غيرت هنا. فاذا كلما انا دا اغير الموقع مالتي الصوره تقترب من السطح الى ان توصل الى هاي النقطه اللي هي تكون قريبه جدا من السطح. تمام. If the object is located in the less dense medium and is observed from the medium of higher index, we obtain an entirely different view. إذا كان الجسم موضوع في وسط قليل الكثافة، والصورة مالته شفناها بالوسط اللي هو الأكثر كثافة، فهنا أنا راح نحصل على شكل ثاني أو إيمج مختلفة نهائيا، كما موضح بشكل رقم 5. هذا هو الشكل رقم 5. إذا الأوبجكت بدل ما كان موجود بهنا بالوسط الكثيف، راح نشوف هو موجود وين بالوسط اللي أقل كثافة. الأوبجكت صار هنا، يعني صار مثلا خلينا نفترض هذا بالهواء وهنا عندي ماء. بالحالة السابقة كان موجود بالماء، والراصد موجود هنا بالهواء ويشوف الأشعة، فراح يشوف الامتدادات مالتها والتقاطع مالتها يكون قريب من السطح. هنا لا، الأوبجكت هو موجود موجود وين؟ موجود بالهواء. فان اوبجكت كيو ان اير از اوبزيرفد باي اندر ووتر سويمر اور فيش. فاذا عندنا هنا كانما جسم موجود في نقطه كيو، وموجود هنا سباح او سمكه ترصد الاوبجكت هذا الجسم هذا. اكستندد باكورد تو ذير انترسكشنز ذير فيرتشوال ايمج ار لوكيتد. اوكي، فاذا هنا أنا صارت هذه أشعة، الأشعة هاي أخذ الامتدادات مالتها، أيضا تقاطع الامتدادات الأشعة هذه هو اللي راح يكون لي الإيمج صور منه صور الأوبجكت اللي هو موجود في نقطة كيو. Note how far away these images are from for large angles of phi and phi 2. نلاحظ إنه الإيمج هاي راح تكون بعيدة كلما كانت الزوايا اللي هي فاي والفاي داش تكون كبيرة. إذا بالحالة السابقة كانت الصورة تقترب من السطح، بهاي الحالة لا، الصور تبتعد عن السطح وتكون أبعد عن السطح الفاصل ما بين الوسطين اللي هي بالحالة مالتنا هذه هو الماء والهواء. تمام. الايمج فورمد باي باراكسيال ريز، أشعة الصور الناتجة من الأشعة المتجاورة. Of particular interest to many observer are the object and image distances S and S dash for ray making small angles phi and phi dash.
إذن هناك بعض المسافات المهمة للراصد، اللي هي بعد المسافة، بعد أو المسافة ما بين الجسم والصورة عن سطح معين. إذن بعد الجسم أو بعد الصورة اللي هن إحنا نسميهم الأس والأس داش ل for rays making small angles phi and phi داش، اللي هي للأشعة اللي تكون زوايا صغيرة مقدارها فاي وفاي داش، هاي تكون ذات أهمية للراصد. فباراكسيال rays، rays for which angle are small enough to permit setting the cosine equal to unity and the sine on tangent equal to the angles. إذن الباراكسيال rays هي الأشعة التي تكون عندها الزوايا صغيرة جدا، بحيث تسمح بجعل كوساين الزاوية مساوي للواحد وساين والتان الزاوية مساوي للزاوية نفسها. إذن بالباراكسيال ريز الأشعة تكون الزوايا مالتها صغيرة جدا، بحيث ممكن جعل جيب تمام الزاوية مساوي للواحد وجيب وظل الزاوية مساوي للزاوية نفسها. Consider the right triangle QAB and Q dash AB. Consider right triangle مثلث قائم الزاوية اللي هي QAB و Q dash AB، هذين مثلثين قائمي الزاوية اللي موجودة بشكل أربعة سابق اللي شفناه is redrawn in figure 6. Since there is a common side AB، أكو ضلع مشترك ما بين المثلثين اللي هم قلنا QAB و Q'AB اللي هو الضلع هذا AB، راح نسميه H. الـ AB راح أسميه أخليه يساوي لنا H. فإذا we can write الـ H يساوي لنا S times phi. احنا الفاي هاي هي الزاوية فاي، الزاوية فاي اذا اريد احسب التان مالتها فهو مقابل على مجاور، زين المقابل مالتها هو منو؟ H، والمجاور مالتها S. زين بالنسبة للفاي داش المقابل فاي، للفاي داش مقابلها منو؟ H، والمجاور مالتها هو S داش، فصار عندي ال H يساوي ال S في التان، ونفس الوقت هو يساوي ال S داش tan phi dash. From this we find S dash، راح أطلع علاقة ما بين S dash والS يساوي لنا tan phi على tan phi dash. زين S dash يساوي لنا S tan phi على tan phi dash، وبنفس الوقت ايش راح يساوي؟ راح أعوض بدل التان بساين على كوساين، تان فاي هو ساين فاي على كوساين فاي، وبدال التان فاي داش أيضا ساين فاي داش على كوساين فاي، بس هو بما أنه هو بالمقام فراح يصير الساين والكوساين يصعد فوق، صارت ساين فاي داش كوساين فاي داش على كوساين فاي ساين فاي داش. زين أطبق قانون سنيل، applying Snell's law، اللي هو إيش عدنا؟ إحنا عدنا ساين الفاي على ساين فاي داش يساوي لنا N داش على N، فراح تصير S داش تساوي ال S N داش على N، اللي هي هاي بدل ال S ساين فاي على ساين فاي داش في كوساين الفاي داش على كوساين الفاي. For paraxial arrays like the ones shown in the diagram, angles phi and phi dash are very small. للباراكسيال ري الزاوية فاي وفاي داش تكون صغيرة جدا، تكون صغيرة جدا، وبذلك يمكن اعتبار كتابة هاي المعادلة ثلاثة بالصيغة التالية: S داش تساوي لنا ال S فاي على فاي داش، S داش يساوي لنا ال S فاي على فاي داش، أور ال S داش على S تساوي لنا فاي على فاي داش. And equation 3 written as phi على phi dash يساوي ال n dash على ال n.
إذن فاي على فاي داش يساوينا ال n داش على ال n. Together, equation 4 and 5 provide the simple relation. إذن راح أوحد معادلة 4 أو 5 أو بمقارنة بيناتهم راح أشوف إنه ال s على ال s داش يساوينا ال n داش على n. هذا شو وقت لل paraxial rays. Then the ratio of the image and object distance for paraxial rays is just equal to the ratio of the indices of the refraction. Then النسبة ما بين بعد الجسم والصورة عن سطح ما للأشعة للparaxial rays راح يساوي للنسبة ما بين معاملي الانكسار الوسطين. النسبة ما بين بعد الصورة والجسم عن نقطة معينة للباراكسيال ريز راح يساوي للنسبة ما بين معاملي انكسار الوسطين التي تنتقل فيها الباراكسيال ريز. هذا كل ما يخص الموشور والباراكسيال ريز وتكوين الصورة باستخدام الباراكسيال ري وأيضا الانعكاس والانكسار باستخدام الموشور. شكرا جزيلا.